سيادة الرئيس النهاردة أطلق دعوة للسلام خلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ، ردود أفعالها واستقبال العالم ليها بيأكد على حجم وقوة مصر، بيقول إن مصر تقيلة جدا وتأثير رئيسها في الملفات الدولية. السيد الرئيس أطلق دعوة عالمية للسلام ونادى بضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وقال نصا كده في كلمته: اللي شجعني أتكلم في موضوع آخر هو الحضور الكريم لقادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم من قادة الدول الموجودين معنا، علشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا وهتقابلنا، لكن هتكلم معاكم النهاردة في موضوع آخر هو نداء محتاجين نتحرك ونعمل وندعو له. بتكلم على أزمة كبيرة وعلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. دعوة السيد الرئيس كانت مفاجأة، كانت مفاجأة، ما كانش متوقع أنه هيدعو الدعوة دي. هو فاجئ الناس كلها بالكلام ده، مفاجأة كبيرة في بداية قمة المناخ. ورد الفعل عليها كان أسرع مما حد يتوقع، بسبب مفاجأة طرح هذه القضية بشجاعة. رد الفعل السريع كان واضح في حجم التثقيف والاهتمام، وعلى وجوه القادة، وجوه الزعماء، ووجوه الوفود الحاضرين. رد الفعل كان واضح في أنه تصريح ودعوة السيد الرئيس هي الخبر الأهم في كل وسائل الإعلام. رد الفعل كان واضح كمان في تفاعل رؤساء وسياسيين مع هذه الدعوة وتقديم الدعم الكامل ليها، كانوا متعاونين زي ما عمل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس دولة الإمارات وعدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات أوروبا. سرعة رد الفعل والترحيب بدعوة السيد الرئيس ودعمها هي أفضل دليل وتعبير عن حجم تأثير مصر ومكانة رئيس مصر بين دول العالم. اسمحوا لي أشرب مية. خصوصاً لما يتعلق الأمر بالأزمات الكبرى وقدرة مصر أنها تكون دائما شريك في تقديم الحلول. البعض ممكن يسأل بنية التقليل أو التشكيك ويقول لك: وإيه علاقة الحرب الروسية الأوكرانية بقضايا المناخ؟ لأنه بدعوة الرئيس لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والكلام عن أضرارها، نقل صورة الأزمات العالمية من منظورها الضيق لمنظورها الأوسع. بناقش أنا قضايا المناخ والتغيرات المناخية والخسائر اللي بتسببها والمعاناة اللي بتحصل بسببها في دول العالم النامي. الرئيس بيقود بنفسه دلوقتي في هذه القمة عشان يضمن أنه الدول الكبرى تعوض الدول النامية على الأضرار المناخية اللي حصل فيها، لازم تعوضهم. لكن كمان الرؤية الرئاسية كانت أوضح وبتتعامل مع الواقع، بتقول أنه في أزمة دايرة دلوقتي اسمها الحرب الروسية الأوكرانية، بتسبب برضو خسائر،
وبتسبب خسائر للعالم وبتزيد وبتزود المعاناة، ولابد ولازم إنها تتوقف. بتسبب خسائر بسبب طبعا التداعيات الاقتصادية، كل البلاد في حالة اقتصادية لا يرثى لها.